طبعا أنا مارست لعبة التايكواندو منذ بداية تأسيس الاتحاد الأردني للتايكواندو اللي تأسس عام 1979، فكانت بداياتي مع بداية تأسيس الاتحاد الأردني للتايكواندو. حصلت على بطولة المملكة عام 1980، طبعا كنا احنا أول دفعة مدنيين تم تأهيلهم للحصول على الحزام الأسود. الشكر إلى هذا الوطن ممثل بجلالة الملك وممثل برؤساء الاتحاد، الاتحاد اللي مروا عبر السنوات الماضية. أيضا الشكر والعرفان إلى جميع المدربين اللي قاموا بالاهتمام ورعايتي وإيصالي إلى ما أنا عليه الآن. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة الكابتن فؤاد زروان. بداية يسعد مساك ومساكي ومساء الفريق الكامل مع حضرتك. كلك زو بداية كابتن فؤاد، طبعا حضرتك صاحب مركز الليث للتايكوندو وبالتحديد في الزرقاء، تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. طبعا أنا مارست لعبة التايكوندو منذ بداية تأسيس الاتحاد الأردني للتايكواندو اللي تأسس عام 1979، فكانت بداياتي مع بداية تأسيس الاتحاد الأردني للتايكواندو. وكان رئيس الاتحاد في ذاك الوقت سمو الأمير الحسن بن طلال حفظه الله ورعاه. طبعا مثلت الأردن في عدة مناسبات، في أنشطة، كحكم وكممثل رئيس للوفود خارج الوطن. طبعا كنت أيضا ممارس لهذه اللعبة كلاعب، وحصلت على بطولة المملكة عام 1980. طبعا كنا احنا أول دفعة مدنيين تم تأهيلهم للحصول على الحزام الأسود. ثم بعد ذلك اتجهنا إلى التدريب، فبدأت التدريب في عام 1981، ولهذه اللحظة تقلدت كثير من المناصب الاتحاد الأردني للتايكواندو، منها رئاسة لجنة الحكام، رئاسة لجنة المدربين، رئاسة لجنة المراكز، رئاسة لجنة المدربين والبطولات، ورئيس اللجنة الفنية، وعضو الاتحاد الأردني للتايكواندو لسنوات عديدة، وأمين سر الاتحاد الأردني للتايكواندو، بالإضافة إلى أني مثلت الأردن برئاسة وفود في بطولات دولية وبطولات عالمية. وإن شاء الله نستمر في العطاء من أجل هذا الوطن، من أجل هذا البلد، من أجل رياضة
التايكواندو. طبعا أنا أول من ساهم في نشر هذه اللعبة في محافظة الزرقاء، فلله الحمد معظم الأندية واللاعبين والمدربين والمراكز إما تلاميذي أو تلاميذي، وهذه يعني شيء يعني يدعو للفخر والاعتزاز. بس تحكي لي أكثر عن مركز اللي شو هي أهم الخدمات اللي عم تقدموها عندكم، شو اللي عم بيميزكم عن المراكز الثانية؟ احنا طبعا اللعبة اللي بنقدمها للاعبين اللي هي لعبة التايكواندو. لعبة التايكواندو هي طبعا لعبة رياضية قتالية، لها قوانين، لها أنظمة، لها مشاركات داخلية، لها مشاركات خارجية. طبعا النادي بيستقبل جميع الفئات والأعمار ذكورا وإناثا، فطبعا تم تخريج العديد من هذا المركز كحكام وكمدربين وكلاعبين وكلاعبين منتخبات وطنية مثلوا الأردن، مثل البلد في كثير من المناسبات. ولغاية في هذه اللحظة في هذا العام يعني يوجد 3 لاعبين ولاعبات ضمن المنتخب الوطن. نعم، بس شو اللي عم بيميزكم عن المراكز الثانية؟ الإنجازات اللي إحنا قاعد ميزنا على المراكز الثانية. طبعا كل الشكر والاحترام لجميع الأندية والمراكز كلها بتقدم تشغل، ولكن يعني إحنا الشيء اللي بيميزنا اللي هو الاهتمام الكثير باللاعبين وباللاعبات. وبتميز بشيء إنه أنا كنادي في هذه المنطقة يعني تعتبر كمنطقة شعبية، يعني عندي أكثر عدد من البنات في هذا المركز. فالميزة إنه وجود كثير من اللاعبين واللاعبات ضمن المنتخب الوطني، زائد إنه إحنا طبعا في هذه المنطقة بيجيني لاعبين من خارج منطقة الرصيفة، طبعا نظرا للاهتمام ونظرا للسمعة الطيبة لهذا المركز. نعم، بس تحكي لي عن الأعمار اللي أنتوا عم تستهدفوها عندكم. الأعمار اللي يعني بتتواجد عندنا أو بنستقبلها في هذا المركز هي من عمر 5 سنوات فما فوق. يعني أنا يعني بوجه إنه الاهتمام بهذه الفئة اللي فئة 5 و6 سنوات، هذا بعد 10 سنوات و12 سنة بحكي طبعا عن تجربة. معظم اللاعبين المنتخبات الوطنية اللي تخرجوا من هذا المركز بدوا بهذا السن، من سن 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات، وصل لمرحلة عمرية مناسبة فاستطاع أن يكون لاعب منتخب وطني. وعندي المدربين الموجودين بالنادي أيضا هم كانوا لاعبين منتخبات وطنية في البلد من خريجي هذا المركز. نعم، ما هي رؤيتك المستقبلية؟ أنت شو حابب تعمل لقدام؟ طبعا احنا الان الحمد لله رب العالمين نشرنا اللعبه بشكل مميز وشكل كبير. الان في توجه انه ان شاء الله يعني يكون في انشاء لاكاديميه شامله كامله متكامله، بحيث نكون فيها نظام تغذيه، في نظام لحل المشاكل اللي بتواجه اللاعبين، مبنى كبير إن شاء الله يعني يكون إشي مؤسسي وإشي يعني بيخدم البلد بالطريقة اللي إحنا بتمناها إن شاء الله. إن شاء الله. بس تحكي لي شوي عن أهم المشكلات اللي أنت عم بتواجهها أو واجهتها، وخصوصا في ظل جائحة كورونا. طبعا في ظل جائحة كورونا هي كانت مشكلة عامة وعند الجميع، يعني طبعا تم إغلاق المراكز، وبتعرفي انه هذا طبعا في عندك اجور مدربين، في عندك اجور مراكز، فكان هذا طبعا عبء على المركز، بالاضافه الى انه المستوى الفني عند اللاعبين المميزين وحتى اللي عاديين نوعا ما يعني اتراجع بسبب عدم ممارستهم لهذه اللعبه. طبعا الاتحاد مشكور ما قصر بانه كان يتابع المراكز وتابع مدربين واحتياجاتهم واحتياجات الأندية، ويعني قدم مساعدات لا بأس فيها للمراكز وللأندية، وتم إعفاء المراكز لمدة 3 سنوات متتالية من الرسوم السنوية اللي تقدم للاتحاد. طبعا كل الاحترام والتقدير والعرفان والشكر لصاحب السمو الملكي الأمير راشد بن حسن رئيس الاتحاد الأردني للتايكواندو، اللي بتابع عن قرب وعن كثب وبالتفاصيل عما يحدث في مراكز
التايكواندو. نعم. ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة ماذا ستقول له؟ طبعا الولاء، كل ولاء، كل انتماء، كل العرفان لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظه الله ورعاه، يعني الرياضي الأول والرياضي المتابع للرياضة الأردنية في جميع المجالات، سواء كانت ألعاب جماعية أو ألعاب فردية، فله منا كل الولاء، كل انتماء، كل شكر والعرفان على الجهود التي تبذل من أجل هذا الوطن، ليس في مجال الرياضة فحسب، وإنما في مجالات اجتماعية، سياسية، اقتصادية، وطنية ترتقي بهذا البلد إلى ما نتمنى، حتى نعيش في هذا البلد بطريقة سليمة وطريقة مريحة إن شاء الله. بس أكيد أنت في حدا ترك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع لوصلت لهاي المرحلة اللي أنت فيها حاليا، فأنت لمين بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامجنا؟ بداية الشكر إلى هذا الوطن، ممثل بجلالة الملك وممثل برؤساء الاتحاد اللي مروا عبر السنوات الماضية، أيضا الشكر والعرفان إلى جميع المدربين اللي قاموا بالاهتمام ورعايتي وإيصالي إلى ما أنا عليه الآن. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع مركز الليث؟ تحكي لي أكثر عن موقعكم وطرق التواصل معكم. مركز الليث هو طبعا في مدينة رصيفة بالقرب من مديرية شرطة رصيفة، يعني يبعد حوالي 200 متر تقريبا، على مدخل إسكان الأمير طلال في شارع ياجوز اللي هو الشارع يسميه شارع الملك عبد الله الثاني. شكرا لك. حياك الله ستي. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين نود أن نشكر الكابتن فؤاد جروان على حسن استضافته لنا، وعلى أمل اللقاء بكم مجددا. نورتنا ويسعد مساك وشكرا لك. حياك الله. يا أهلا وسهلا فيك.